بعد يومين من الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، تستعد اللجنة العليا للانتخابات للإعلان مساء السبت عن جميع البيانات الخاصة بعملية الاستفتاء من حيث النتائج ونسب المشاركة. قد يبدو الأمر محسوماً لصالح تمرير الدستور الجديد في ظل مؤشرات ونتائج أولية أشارت إلى أغلبية كاسحة وافقت عليه. وبينما اعتبرت السلطات الحالية عملية الاستفتاء ونتائجها المنتظرة دلالة على مضي خارطة المرحلة الانتقالية في مسارها وتراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين، كان للجماعة وأنصارها رأي آخر. فالتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان يتمسك بموقفه الرافض للاستفتاء برمته ويصف العملية بأكملها بغير الشرعية. وانطلاقا من هذا الموقف، كان يوم الجمعة بداية لما سماه التحالف بأسبوع التصعيد الثوري. فأنصار لجماعة الإخوان ورافضون للاستفتاء على الدستور المعدل أبوا دعوة التحالف للتظاهر في عدة محافظات، تظاهرات أكبرها كان في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، وسقط فيها عدد من القتلى والمصابين بعد اشتباكات مع قوات الأمن. وامتدت أحداثها إلى إعلان قوات الأمن اعتقال أكثر من 100 شخص في محافظات عدة، غير أن التحالف الوطني لدعم الشرعية أكد عزمه مواصلة التظاهر والاحتجاج للمطالبة باستعادة ما يصفه بالشرعية المفقودة. ويرى مراقبون أن كون الاشتباكات الجديدة تأتي عشية إعلان نتائج الاستفتاء هو أمر ربما يشير إلى إمكانية استمرار التوتر في الشارع خلال الأيام القادمة.